طيب هرجع اقول لكم بكره ميعاد مع 2022 مش مع انتخابات مصر لرئاسه الجمهوريه 2018. ليه؟ لاسباب عده يمكن هنبقى نناقشها. بكره المصريين واخدين بعضهم نازلين من البيت رايحين لانتخاب رئيس الجمهوريه في انتخابات هي الثالثه من نوعها لو صح التعبير. احنا هنا مش بنقارن مع خائب الرجاء محمد مرسي، احنا بنتكلم على انتخابات للرئاسه. كويس، دي نمرة ثلاثة في مصر من سنة أو من ثورة 25 يناير 2011. كويس، في كل الدول الديمقراطية بتكون الولاية الثانية هي المرحلة السهلة أمام رؤساء الجمهورية. كويس، وبتحظى الانتخابات الرئاسية في أي دولة على اهتمام العالم أجمع. في رأيي المتواضع الأربع سنين اللي جايين أصعب على الرئيس من الأربع سنين اللي فاتوا، لأنها ببساطة هي مقارنة بين ما تم وما إن شاء الله سوف يتم. فهمنا حاجة؟ هنفكر بعدين. خلونا نرحب بشدة بكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ نبيل زكي، ضفنا في الاستوديو، منورنا ومشرفنا. ازي حضرتك؟ أهلا بيك، شكرا. كله تمام؟ تمام. هبدأ الأول بالفكرة اللي جاية في دماغي، إن بكرة الميعاد مع 2022 مش مع 2018، هي بكرة. علشان دايما بقعد افكر ايه هو مشروع الحكم في 2022، القوى السياسية والاحزاب والسياسيين والنخب السياسية في مصر وتصوراتها ل 2022. في 2022 الرئيس السيسي مش هيبقى مرشح، مين بقى؟ على الاحزاب السياسية، وده انا قلته في اكتر من مؤتمر شعبي، ان تستعد من الان لاعداد المرشح اللي هتقدمه في انتخابات 22. أربع سنين بتمر بسرعة هو. وبعدين أنت محتاج تقدم الشخصية اللي أنت اخترتها للشعب المصري، تعد برنامجه على أساس ما سيتم خلال الأربع سنين القادمة، وبالتالي تبقى جاهز من دلوقت. لكن الاستعداد في آخر لحظة ثبت أنه ما ينفعش. نمرة اتنين، ان انت محتاج هنا يمكن النصيحة اللي نصحها الرئيس السيسي لبعض الاحزاب في محلها، ان اي احزاب ذات برامج متقاربة او متشابهة تندمج، ده يقوي الاحزاب. واخبر حضرتك، وانا في تقديري انه في بعض الحالات احنا محتاجين نعمق فكرة التعددية اكتر من اي وقت فات خلال الفترة الجاية. وأنا سعدت لما الرئيس السيسي صرح في منذ عهد قريب من أيام بأنه يأكد على مبدأ التعددية، لأنه كما تعلم بدون يعني أحزاب ما فيش تعددية، وبدون تعددية ما فيش ديمقراطية. وبالتالي احنا محتاجين لتعميق الحالة الحزبية الفترة الجاية من خلال أنه مزيد من بناء قواعد شعبية للأحزاب، ركائز جماهيرية، عمل في النقابات، عمل في التكتلات الشعبية إلى آخره.